تعالوا براويكم اطلالة الريوق. ما شاء الله. طبعا هذا الفيو من الريوق. وهني البوفيه. اغلب الناس يقعدوا على الطاولات اللي هذه اطلالتها. خلصت إقامتنا في مونار والرجعة إن شاء الله بتكون إلى كوتشي. هذا الفندق اللي سكننا فيه ما شاء الله الضباب والرذاذ والمطر والهوم استمتع. أبو حمد. نعم أخوي. منك طيبة؟ ما شاء الله. ومشاري أنت أول مرة تزور الهند. ايه. وفي هذه الزيارة جيت إلى مونار. ايه. كيف انطباعك حقيقة؟ جميلة البلد جميلة جدا. أنا شخصيا ما بعد. ايوه ان السياحه او المنطقه تكون حلوه يعني بهالطريقه. زين اسمع ان الكوتشي حلوه كوتشي حلوه، لكن لما وصلت لهذا المكان المنتجع اللي رحنا امس والمنتجع اللي احنا فيه اليوم وبقيه المنتجعات القريبه واللي بنسيرها واللي بعد. ايه بتشوف بعدك. السلام عليك ابو مشاري. تضبيط عندي. نحن كنا متفقين، كنت اقول لك هني يومين لما كنا في عمان. صحيح. انت شو قلت لي؟ قلت لي يوم واحد. قلت لك يوم. نعم. الحين لو ودي ثلاث ايام. ابو مشاري اصلي شو كلام. شفت هذا يقول كان يومين، ابو مشاري قال يوم واحد. انت اصلي يعني ولدك كم عمره؟ ايوه 8 سنوات. انا ولدي عمره 17 سنه يعني. زين من الاصلي اقدم منك. يعني هو ابو مشاري اصلي. ها والله يعز علينا ان نطلع من هذا المكان. يعز علينا صراحه محمد. الله حي والله. توك تقول ودروني ورجعوا انتم خلوني هنا. اي قلت ولا ما قلت؟ والله ما قلت طبعا. ما قلت ما قلت. انا لا اقول لك. تورط تورط تورط. لا لا شيء قلته بقوله، شيء ما قلته ما بقوله. لا. لكن الاماكن هذه ما شاء الله تبارك الله يعني مناظر حلوه. شوف الجو انت، شوف الجو، شوف الضباب. يا الله. والاكل اكل الاكل كانك في مطعم هندي في عمان. ها لعبتك انت عاد سبايسي. نعم نعم سبايتي لعبتي. ايه لعبتي انا ما لعبتي. ايوه سبايتي. استراحة محارب. محارب او استراحة طريق في هذا المطعم. شرب الهوم شاي. كيف الشاي الهوم؟ الشاي طيب طيب. شاري هناك وهنا الوادي. يقول لا تراباني. أيوة. راب الوادي راب المال والجمال. شوف الطبيعة، شوف الطبيعة انت بس تأمل. بس الله. تأمل محمد. وهذه عطية يا ربي. اختفى محمد اختفى. ظلمه سوى تظلمه. ما كنا نظلم وانا وراك البيت ونظلم غصبنا علينا. على اجواء المطار. يا سلام سلم يا سلام سلم. وقفنا ناخذ ايش هذا؟ مانجوستين. مانجوستين رامبوتان. هذه مزرعته؟ مزرعتهم. مزرعتهم. ايوه طبعا هاي مزرعتهم. هذا مانجوستين. هذا ايه مانجوستين. شوف يقطف من هني ويبيع هني. هذا ها شوفوا ما شاء الله فرش الان. شوف الشغل ما شاء الله. شكرا يا سلام. شكرا. هذا الاسكريم فراوله حقيقي. ما بعض الناس اسكريم فراوله. ايضا من مزرعه لكن مزرعه حد غير يعني. ما من هنا من غير ما من هنا من مكان ثاني. شكرا شكرا. يا بسم الله كم طريقنا. يلا لا توقف في الشارع. لا حول لا قوه الا بالله. كيف انت اركب؟ اركب 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 محمد. كيف اركب انا؟ أركب. انا هنا قدام. تركب قدام ها؟ ايه. قدام انت هو. بسم الله.
بدا الاستقبال بالمشلي. مشلي بدا صحونهم كلها هي ورق موز. هذا هو هاي سفرتهم. هذه سفرتهم عادة يقول لك هذه السفرة بس تقديرا لنا حاطين صحون. ايوه غالب كل الاكل يكون على ورقه ورق الموز. نعم هاي ثاني مرة صادفة الحين. وين مشلية الهوب؟ خطفت عليها؟ بالعافية بالعافية بالعافية. من كرم الضيافة عندهم انك اذا جيت عندهم يكرموك. شوفوا كيف سمك. هذه قطعة كنعت. وهذه هذه ايش؟ هاي زبيدية. زبيدي؟ ايه اي والله زبيدي. شوفوا هذه عندهم كرم الضيافة. يقدم لك حاجة صحية طيبة. شوفوا كيف كرم الضيافة عندهم السمك. كذا نحترم ضيوفنا يعني. ايه هذا شو اسم حرير. خلاص.